لا يعني بص، اي لاعب ايا كان المستويات اللي بيقدمها في المباريات مطلوب وجوده على دكه الاحتياط مع المنتخب المغربي. ما تعرفش طبعا. يوسف النصيري نفسه بطل المغرب دلوقتي، ابن مدينه فاس، الراجل اللي بيتالق في كاس العالم، قبل كاس العالم كان الجمهور بيهاجمه لان هو ما كانش بيسجل في المباريات الاخيره مع المنتخب المغربي. يمكن سجل بس في المباراه الوديه اللي كانت قبل الاخيره، اعتقد كانت امام جورجيا، ولكن في المجمل انت بتتكلم عن مهاجم اثبت جدارته في البطوله. الراجل ما شاء الله بالهدف اللي سجله طبعا. يجو كوستا كمان الحارس المرمى اللي لك كانت غلطتي بالعرضيه بتاعه يحيى عطية الله. انت بتتكلم انت محتاج كل لاعب نوعا ما. وليد جديره ما قدمش اوراق اعتماده بشكل جيد، ولكن يا عالم ما يمكن ده يكون ليه دور مهم في المباراه. هل اللعيبه اللي موجوده على دكه بدلاء منتخب المغرب بنفس كواليتي اللعيبه اللي موجوده في الملعب ولا لا؟ كان عندنا تخوف قبل مباراه البرتغال لما سمعنا ان جواد اليميط بيلعب مكان نايف اكرد، كان عندنا تخوف لما سمعنا ان يحيى عطية الله والراجل عنده مرجعيه من الدوري المحلي ممكن ما يكونش عنده خبرات، رغم ان هو خد بعض الدقائق من بدايه مباراه كرواتيا ان هو يبتدي اساسا. كان عندنا تخوف، كان عندنا تخوف ان النهارده هل سفيان مرابط جاهز ولا مش جاهز. ولكن اللي شفناه من اللعيبه البدلاء، وحتى لما اتغيرت طريقه اللعبه من الدقيقه 64 مع المنتخب المغربي ونزول بدر بنون وان انت تلعب بثلاثه في قلب الدفاع، احنا ما حسيناش بالفارق. الميزه اللي عاملها وليد الركراكي ان هو مخلي اللعيبه كلها مركزه فوق ال 100%. صح. الراجل بيقول لهم كلمه بعد كل مباراه، شبعتم ولا ما شبعتوش؟ فبيقولوا له لا لازم نكمل، ديروا النيه ان انت يعني صفوا النيه عشان ربنا يكرم. فيعني يعمل حاجات. بص، الخطابات النفسيه والخطابات النثريه اللي بتتقال للاعيبه كره القدم احيانا بتبقى لها الدور والدور المؤثر، ولاعيب كره القدم لازم يكون حاضر ذهنيا في اي وقت. والدليل في المباراه بتاعت بلجيكا احنا شفنا ياسين بونو مع السلام الوطني مره واحده اشتكى من دوار، خرج من المباراه. صح. نزل منير المحمدي تألق وأدى زيه زي الأساسي، وهو كان واحد من برضه اللي لعبوا 2018. منير المحمدي لعب الثلاث مباريات، فبالتالي اللي احنا شفناه من بدلة المنتخب المغربي شيء محترم جدا، وكانوا حاضرين وبقوة في أرضية الملعب. هل الإصابات أثرت عليه في الماتش اللي فات ولا لا؟ يعني في أكيد طبعا. بص، البديل أدى بشكل جيد، فما بالك كمان لو بيلعب بصورة أساسية موجود طبعا. يعني نصر مزراوي الراجل بيلعب كظهير أيسر، هو بيلعب بالقدم اليمنى وهو أصلا ظهير أيمن، ولكن بيأدي في الظهير الأيسر. يحيى عطية الله عمل مباراة العمر في المباراة السابقة، الراجل كان دايما مكمل وبيعمل الزيادة العددية، عمل اسيست الجون، كان قريب من التسجيل لولا ان هو ما صدقش نفسه ان هو منفرد بالمرمى. بس على اللونج ران لا اكيد طبعا انت محتاج كل لاعب، لان حتى البديل اللي بينزل متألق لو لعب من اول المباراة لو حصل اي شيء طب مين اللي هيحل محله؟ فعشان كده لو الاساسي موجود والبديل ينزل مكانه اعتقد ان الامور هتستقيم مع المنتخب المغربي. اهم نقطة يحيى في المباراة القادمة من وجهة نظري ان الاصابات تبعد عن المنتخب المغربي ويكونوا في كامل جاهزيتهم. والنقطة الثانية استغلال الفرص وقتل مواضع الخطورة، وإن كان المنتخب الفرنسي عنده لعيبة كتير تقدر تصنع الخطورة، انطون جريزمان ولا بتتكلم على كيليان امبابي ولا اوليفي جيرو الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي دلوقتي ولا ديمبلي. ولكن ان شاء الله زي ما شفناهم في مباراة اسبانيا والبرتغال بإذن الله تعالى المنتخب المغربي يكون قادر.